التجدد المبدع مع الحفاظ على الأصالة بحلقة لمسات لليوم. تاريخ فني عريق منغوص فيه مع نساء طبعوا المشهد الفني بالمنطقة. استعادة لمسيرة غنية للفنانة التشكيلية الراحلة والناقدة الفنية هالين خال. هالين كان ضروري إنه ينعمل لها معرض بهذا الوقت. أعطاء حياة جديدة لأغراض متروكة وتحويلها لتصاميم مميزة مع لاتوليي بروت. وكانوا يقولوا إنه يا ريت في هيك شيء ببيروت، فهلأ صار فيه. كينوا مكون غذائي غني موجود من أكثر من 6000 سنة، نتعرف عليه بأشكال ووصفات مختلفة مع ريا أبو عز الدين. Well, nutritionally, quinoa is one of the healthiest foods on the planet. من أبرز الفنانين المعاصرين التجريديين، سامية حلبي، 5 عقود من الرسم والابتكار. ما عمري رح أوقف. حلقة جديدة ومنوعة من لمسات، تابعونا. إحدى رائدات الفن التشكيلي اللبناني والنقد الفني هالين خال بدأت الرسم بعمر 21 سنة، درست بالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة وتابعت من بعدها دراستها بنيويورك بالأرت ستودنتس ليج تحت اسم كوايت سيدكشن أو الإغواء الهادي، وبهدف توجيه تحية لقيمتها الفنية من جهة الرسم والكتابة. بتقدم جاليري مارك هاشم معرض تستعيد فيه أعمال الفنانة هالين الخال، وهو الأول من نوعه بعد وفاتها بال2009. تقرير بنكتشف فيه جوانب مختلفة من حياة هالين خال ومسارها الفني مع منسقة المعرض فادية عنتر بمبنى الـ WCYA على شرفة المنزل يلي عاشت فيه الخال، أستاذة الأدب والفن نايلا تامرز بالجامعة الأمريكية ببيروت، مكان اللي درست فيه هالين لسنوات، المؤرخ الفني سيزار نمور بمكان العرض جاليري مارك هاشم. خلقت سنة 1923 بأمريكا، أهلها لبنانية. مرة كانت ماشية حد بيتها بأمريكا، شافت درس للرسم أستاذ عم بيعلم تلاميذه نهار السبت بعد الظهر رسم، فهو عيط لها قال فوتي، وعملها موديل صاروا التلاميذ يرسموها. فمن هداك الوقت حبت الفكرة ودخلت بهالمدرسة هيدي وبلشت تتعلم الرسم بهذاك الوقت. اجت بزيارة على لبنان سنة 46، وبعدين سنة 47 قررت انه تبقى بلبنان، ودخلت اخذت كورسز بقلبة بوقت يلي كان في الجيل الاول يلي تخرج من قلبة مثل شفيع عبود، منير عيدو، نقول النمار، ايفيت اشقر، يعني هالجيل هيدا، فعشرتهم كلهم. بهذيك المرحلة كان ترسم، كان في رسم كتير، كان في تأكيد على الرسم بقلم الرصاص والطبشور والفحم. بعد ما هالفترة الأكاديمية ما عدت ترسم أبداً بالقلم والرصاص، وبالواقع ابتعدت عن رسم الخط الزيح بالمعنى الزيح. بعد المرحلة الانطباعية كانت مرحلة التكعبية الجديدة، هدول أولادها لما كانوا صغار من أعمالها الكتير حلوة بهذيك الفترة. هلأ هوني مثلاً في عنا لوحة كتير حلوة لابنها الكبير طارق، وهيدي اللوحة فريدة من نوعها للزوجة السابق يوسف الخال. كانت في شقة حد مركز مجلة شعر للزوجة يوسف الخال الشاعر الكبير، فضيت فسألت يوسف شو رأيك إنه نفتح جاليري؟ قال لي يلا خلينا نفتح جاليري. لما فتحت جاليري وان هي بتقول، هي في واحد من مقالاتها بالديلي ستار بتخبر كيف كان فترة فيها كتير فنانين بس ما فيها جاليري، كانوا يعملوا لهم معارض بالأوتيلات أو بالمراكز السقفية أو بالمحلات انتيريور ديزاين، بس ما كان في جاليري، وهي فتحت جاليري وان. ولما فتحت الجاليري وان صاروا يفتحوا غير جاليريات بالحمرة وبراس بيروت وإلى آخره،
وهي بتحكي كمان بهالمقال كيف الهورس شو كان بهالفترة المبرناس تبع بيروت، يعني يتلاقوا فيه كل شيء، فيه كل شيء، فيه ثقافة وفن، وهيدي كانت بيروت حقيقة يعني بهالفترة كلها كانت نشاط ثقافي. بعد ما عملت الجاليري بتقريبا 6 شهور، يوسف الخالي اللي هو كان بطرق وعنده الاتيتيود لو بدي اقول بالانجليزي لا البطرق، ما عجبه تكون مرته تكون هالقد متحرره وعم تعمل شيء هيك. يمكن هيدا عنصر من عناصر يلي ادى للطلاق بهديك الفتره. يلي صار انه اما توفت بعد 3 شهور من وفاه اما، اخوها الكبير توفى عن عمر 40 سنه، بعدين صار مباشرة صار في الطلاق، وبعدين زوجة أخذ لرعاية الأولاد فبقيت فترة طويلة ما تشوفهم. هالفترة هيدي كانت كتير صعبة لإلها، والحقيقة أنا بهالفترة تعرفت عليها وصرت أعرفها كتير منيح. هالفترة هيدي أدت لأنه تحول برسمة. بهالفترة دخلت للتكعبية الجديدة يلي فيها تركيب، عنصر التركيب باللوحة بصير قوي، ما عادت اللوحة من فلشة، صارت في خطوطية أكثر، ولكن خطوطية بدون خط بدون زيح. ويمكن كانت بهالأسلوب هيدا عم جرب تلاقي نوع من الاستقرار بحياتها من خلال هالنوع من الرسم. هي بعد لما صارت الحوادث بلبنان سافرت على أمريكا، بقيت 20 سنة هونيك. كان في تواصل دائم بالرسائل معها، يلي من الرسائل عملت كتاب عنها. بعدين لما رجعت لما خلصت سنة 82 استقرت بلبنان وقتها. موجودين بتراس YWCA بعين المريسة. هالتراس هيدا هو تراس الشقة يلي كانت عاشت فيها أكثر من 15 سنة بعد ما رجعت من أمريكا، واستمرت بالكتابة وبالرسم. هي بنت طفولتها كانت حلمة أنه تصير كاتبة، ولكن بالصدفة صارت رسامة. دائما بتقول أنا بالصدفة صرت رسامة. فكان دائما حياتها موزعة بين الاثنين. كانت تقول دائما إنه هي بحاجة إنه تكتب، لأن هي حب الكتابة لها، وبعدين بنفس الوقت ما كانت تشعر إنه بدها تعيش من رسومها. كناقدة تشكيلية كانت كتير إيجابية مع الفنانين. كتبت بصورة كتير واسعة لعدة سنين بالديلي ستار بالماندي مورنينج. كانت تلاحق المعارض الرسم بالمدينة، وكانت دايماً إيجابية تشجع الفنانين. لما بتلاقي نواحي نقص دايماً بتعبر عنهم ولكن بشكل إيجابي. كتبت كتاب مهم جداً عن المرأة الفنانة بالعالم العربي. هي كتابتها كانوا مهمين كتير بحد ذاتهم، مش بس لأنه كانت هيلين خال فنانة، مهمين لأنه هيلين خال كتبت على كل الفنانين عصرة. فينا نقول أنه صاروا وثائق، والوثيقة مهمة أكيد لأنه بتحكي عن فترة من الزمن، بتحكي عن فترة من التاريخ، بتحكي عن التاريخ والفنانين بهالفترة من الزمن والتاريخ. هيلين خال كمان كانت تتعلم، علمت على كم سنة بجامعتين بلبنان، ونحن المطرح الموجودين فيه هلأ هو كان كمان تتعلم فيه. هيلين كان ضروري إنه ينعمل لها معرض بهذا الوقت، خاصة بعد 6 سنين من وفاتها، وخاصة إنه هي لعبت دور كبير بالساحة الثقافية اللبنانية من أيام الستينات. اللوحات الموجودة هون هي اللوحات يلي مع أولادها،
ولادها ابن طارق وابن جواد. جواد توفى كمان، بقيت هيدي اللوحات هي آخر لوحات ممكن موجودة بالسوق لهلن الخال. هلن الخال كانت تقول أنا ما عم برسم لحتى غير العالم، أنا ما عندي موضوع لحتى أقدمه، أنا بجرد عم بحب لون. كل حياتها الفنية كانت عم تشتغل باللون، فمن بداياتها يعني بعد الفترة الانطباعية كان كل شغله هو باللون، فهوني وصلت للتبسيط بالشكل. هو التقى لونين كانوا يشكلوا الخط، ودائما الالتقاء هيدا ما بيكون حاد، كانت تبتعد عن الزيح بالمعنى الحقيقي للخط الزيح. اللون كان عنده شخصيته الخاصة، بكل لوحة بدها تجرب تخلق شخصية خاصة للشكل الملون اللي عم تعمله. الشكل بالنسبة لها كان وعاء للون، أهمها هو اللون، ولما نحكي باللون نحكي بالإضاءة تبعيته، بالشفافية تبعيته، بالوزن تبعه، بعلاقاته مع بعض. هذا عالم كتير واسع اللون. البورتري لها كان كتير مهم، كان بكل مراحلها عم تشتغل تجريد كان تشعر في ضرورة لها أنه ترجع للبورتري، لأنه كانت تعتقد أنه العمل التجريدي والعمل الواقعي بيكملوا بعض. اللوحة هيدي هي صورة زيتية لها لما كانت صغيرة بأمريكا. الشيء المكتوب هون عنا فعلا بيمثل باختصار تجربتها الفنية، يلي هو إنه اللون عالم بحد ذاته، وكل لون بيخلق عالم مختلف. فاللون عنده quiet seduction، عنده إغراء خفي. على الخلق بيجتمع فيها الحس الفني والوعي البيئي. لاتوليه بروت ما كان تم إنشاؤه من أشهر قليلة من قبل سانديليان ليليان حنبلي وأماندا أبو عبد الله، بيرتكز حول مفهوم الأبسايكلينج أو إعادة تدوير الأشياء لإعطائها قيمة أكثر، وهي كلمة استعملت للمرة الأولى سنة 1994 ليتطور هالمفهوم خصوصاً من خلال الفن ولياخد رواج عالمي. فريق لمسات بضوي باستمرار على مبادرات متزايدة بهالمجال. اختار اليوم مساحة لاتوليه بروت، وهي منصة ابتكار تفاعلية لتصميم أساس المنازل والأكسسوارات. بيعرفونا عليها أماندا أبو عبد الله المتخصصة بالعمل بالمعادن، وسانديليان اللي بتشتغل بالأخشاب بهالتقرير. ساندي أصحاب كتير زمان، من كتير زمان، وأنا كنت عارف على طول إنه ساندي عندها هذه الهواية إنه تديزاين أشياء من خشب، تروح عند النجار تعملون. وأنا كمان أنا وصغيرة كنت كسر لعبة تشيل منه الموتور والبطاريات وهيك وأرجع أعمل شيء تاني فيهم، فكنا نعرف إنه
اثنيناتنا بنحب هول الاشياء، وليليان حنبلي كمان ثيرد بارتنر معنا كمان بتحب كثير تشتغل بايديها، فطلعنا بفكره انه ليه ما بنعمل، ليه ما بنفتح اتوليه، ومن هون اجت فكره بروت. نحن بنعمل ثلاث اشياء، اول شغله نحن وي ابسايكل، يعني الاشياء المكبوبه بناخذها بنستعملها لشغله ثانيه، وفي اشياء ثانيه بنعملها من صفر، بنعمل طاوله، بنعمل كرسي وهيك، اوقات خشب بنلاقيه، اوقات اشياء قديمه بنجددها. في عنا كمان ارتست بيجوا كمان بيشتغلوا هون، والشغله الثالثه هي انه فيهم ما يشتغلوا هون بحد ذاته، بس بيجوا يعرضوا عنا مثل كذا شخص. أخذنا وقت نثبت حالنا كبنات بعده work in progress. إيه بعده كل مرة. إذا قلت له لحدا مثلاً بدي أشوف مكانة الحيم اللي عندك، إنه أنت بتعرفي مكانة الحيم، فكنت على طول هذه الرياكشن أول وحدة، بس مش عني سيئة، بس عن استغراب، لأنه هذا الشيء منه كتير مألوف، بس مجرد ما نوجد هيك نوجد محل مثل بروت، في كتير حتى بنات عم بيتحمسوا. ما عندك فكرة قدي بهول الشهرين تعرفنا على عالم كتير انترستينج، وكتير ارتست، وكتير عبالهم يلاقوا حدا مثلهم انه يتواصلوا معهم وهيك، فهيدا الطابق هو اللي بيجمع هيدا الشيء. الطابق التحتاني مقسم لثلاث فئات شغل. هون بنجمع الاشياء الحديد، كمان هي طاوله كمان لحالها حدا بده يشتغل. مثلا اليوم زينه حماده هي شخص بتشتغل بايديها، بتشتغل بتعمل سكاكين، بتعملهم من الصفر، يعني بتجيب البليدز بتحطهم بقلب الخشبات، بتحفر لهم الماسكه، بترجع بتخيط لهم الجلد. وانا اكثر شيء بشتغل هون اللي بعمله هو اول شيء، لانه انا بشتغل بالحديد بس مش حديد خام، حسب الاشياء اللي بلاقيها. مثلا هيدي بالاساس هي اطفائيه، يعني بتنحط بالسقف، فيها مي، فيها خزان مي، فكانت مكبوبه، فاللي عملناه هو انه نظفناها من جوا، قصيناها بشكل انه تصير لمبه، فبنحط فيها ضوء وبتعطي شيبس حلوين هيك على الارض. هلا وانت احمر، بس حسيت انه بركي بالبقلة لون تاني، فهلا عم بجرب فكر شو معقول لونها. هيدي هلا ركبت، بس بعد ما ركبنا لها كهرباء. هيدي طنجره فختناها وحطينا فيها هول الاساطير اللي كانوا كمان مكبوبين، وجمعناها بهيدي سدت بنبون لاكسجين، فهون حتركب لمبه، وعملنا لها ركبنا لها سيستم اساطير انه تصير تبرم مثل بدي. هيدي مثلا بلور الاي سي، هي بيجي منها بكذا كذا شيبس. هلا هي حتتلحم هون، هولي معمولين من رولمانات سيارة. هيدي مثلا جرن غسالة، هلا بعدنا عم ننظفه لانه كثير عم ياخذ وقت تنظيف قد ما المي عندنا مكلسة. تلحمنا جواته مثل جسر لتهدى فيه اللمبة، فهون تركب اللمبة، وهون بتفوت بالأسطر الثاني. والحلو فيها هيدي انه اتس ريفلكسيف من جوا، اتس سيلفر، فكمان وبتعطي ضوء كثير حلو من هون، فبتركب هلا هون بتصير لامبادير. سو هيدا سبيس المنشره او ميني منشره. هون ثلاث ارباع العده يلي اكثر شيء تستعمل بالخشب، هي بيسك تولز، انه منا كثير اندستريال. حتى الخشب بنعمله على ايدنا، يعني بستعمل الصاروخ تنعمل الخشب، في منشار واحد. القصص يلي اذا مثلا بدي قص نص هيدي الخشبه بدي قصها بالجكسو على ايدي، شو انه كل هول بخلوا القطعه تكون اكثر اوثنتيك، لانه عن جد شغل ايد مش شغل كثير ماشينات. هيدي بلشت فيها امبارح، هي بيس لطاوله، حتصير طاوله كوفي تيبل. هيدي البيس اكيد بعد بدها كثير شغل، يعني بعد بدها التنعيم والدهن، وفي مثلا في هيدي الزاويه فيها قصص لمتها عن الطريق.
هيدا بيستعمل اكيد، يعني هيدا بشيل المسمار، هيدي الميلة جالسة اوكي، سو بشوف مثلا يمكن بقص من هون بمشي من هيدا الميلة. في ايام مثلا بنفرط طبليات، بنجمع كتير طبليات وبنفرطهم بينعملوا لوجه الطاولات، كل شيء بالمحل من طاولات للإضاءة نحن عاملينه. نحن اخترنا الأتولية اسم بروت لأنه ما ضروري تشتري الماتيريال، فيك من الغرض اللي بتلاقيه بتبلشي وبصير هو هذا ماتيريال بروت رو ماتيريال. يعني نحن بنكون عم نغير الفانكشن تبعها بس ما عم نقشطها الايدنتيتي تبعها، يعني ما في فكره انه ما في شيء بينكب بهذه الناحيه، انه عن جد ما في شيء بينكب، حتى لو كان لو ما كانت انه مثل ما بيقولوا الهاي اند بيرفكت كات كل هول الاساس، بس هي القطعه حلوه مثل ما هي وحرام نمحي التاريخ يلي قطع عليها. هذا السبيس الانظف هو يوجوالي هذا السبيس بنستعمله وقت يكون عندنا اكزيبيشنز، يعني كله بيتفضى وبينعرض فيه اكثريه الاشياء. هيدا اكزامبل عن الابسايكلينج، هيدا اباجور يلي كان في بنايه بالجميزة عم تتهدم، سو كانت ليان واماندا قطعين من هوني كيف حملوا كذا قطعه معهم. هيدا الاباجور كان مكسور مع جنه، حطينا له خشب وحطينا له غري انه رقعنا قد ما فينا ورجعنا دهنه وحفيناه، عملنا اعطيناه هيدا الافال التعتيق يلي بيسكلي مثلا اخذ معنا 5 ايام شغل تبس بس الاباجور يزبط. عنا بمارتش عم نحضر لاكزيبيشن ايفنت تو، بعد ما حضرنا اذا 2 3 دايز، بس انه هو حيكون في كذا ارتست مشارك فيها عم يعرضوا اغراضهم وحنعرض نيو كولكشن تبعنا. هولي من النيو كولكشن. ايه احنا اول ما فتحنا الاتوليه يمكن وقت الورشه كنا حاسين انه نحن هلا عم نفتح شيء للعب، فانه كنا نحن حتى مش قابضين حالنا جد، فانه عندنا هذا الشيء بنحب نعمله فحنعمله. ما كنا متوقعين انه هالقد العالم حتحب، وهالقد مش بس نحن بنحب نعمله اشياء، في كثير عالم بحبوه، فصاروا العالم بفرجينا اشياء عاملينها. There's a lot of talent. It's satisfying, كتير كتير satisfying. يعني مثل إنه أنا ما بتخيل حالي عم بعمل شيء تاني. كينوا من الحبوب اللي بتنمى بأمريكا الجنوبية، شكلت الغذاء الأساسي لشعوب المنطقة لأكثر من 6000 سنة قبل ما تبدأ بالانتشار بأماكن أخرى بالعالم. هالحبوب الصغيرة الحجم بتشبه البرغل بالشكل، هي بتحتوي على كمية قليلة من النشويات وكمية عالية من البروتيين والألياف. بتعلم وصفات مختلفة مصنوعة من الكينوا وبنشارك بصف الطهي مع مستشارة الغذاء والمشروبات بالشرق الأوسط ريا أبو عز الدين بكيتشن لاب بهالتقرير. يلا نبلش شوف كيف بدنا نفشل فيها. يوهو يامي ريا، هاي هاي، هاو ار يو؟ ام جود، هاو ار يو؟ We're here today. I'm conducting a cooking class with quinoa. Why quinoa? Quinoa has been around for thousands of years. It actually started in South wow. America, in places like Peru and Bolivia. Because quinoa was able to be grown and the crops were able to handle such harsh climates and such high altitudes, that's why it originated there. Okay. Fast forward to 3,000 years later, and we're able to grow it all over the world because of how versatile it is.
Well, quinoa has become a trend, but other than just being a trend, quinoa is such a fantastic food to cook with. A lot of people love to call quinoa a grain, yeah. But actually, quinoa is a grain crop. Quinoa is actually a seed. Yes. So it's actually not a grain, but because it's used in cooking like a whole grain, it sometimes gets confused with that. So you have one kind of quinoa? Quinoa, actually, there is just one kind of quinoa, but there's many colors of quinoa. There's red, there's black, there's white, similar to a rose. You know, roses come in different colors, in pink and in yellow and in red, but yeah. They all smell the same and they all do the same thing. Same thing as quinoa. Mm. They're just different colors of seeds, but they all are grown the same way and cooked the same way. I am technically not a classically trained chef. Okay. I come from a long line of home chefs. So I grew up with my mother and my grandmother in the kitchen and just this passion for fresh ingredients and the healthiest foods. It's more like a hobby? You could call it a hobby. After I graduated college, I went to work for a major hotel in the United States, and I was in charge of the food and beverage department there. It's okay. But being in restaurants and watching the chefs and learning about different ingredients just enhanced the passion for me. Exactly. I took that passion and moved back to Lebanon about 4 years ago. Where seriously? I'm able, yeah, seriously, I moved back and I love it here. It's a great country. You want to stay here? For now. Okay. But there are so many wonderful ingredients to work with. The fresh za'atar is a great example. The smell of it, the mint, you the can pomegranate. Mix it with quinoa? You can mix everything with quinoa. We're going to do it today. Okay. Yeah, you'll see it happen. Okay, can't wait to start the class. One of my favorite to cook with, this is probably my fifth quinoa class, so it's not advanced by any means, but we're going deeper into recipes. We're doing a lot more with quinoa today. Quinoa, as most of you know, it has a nuttier flavor to it. It doesn't necessarily enhance anything, but it definitely is very easy to cook with. So if you're ready, then I'm ready. Quinoa is so easy. Think of a 2-to-1 ratio. So if you're using 1 cup of quinoa, you'll use 2 cups of water. Half a cup of quinoa, 1 cup of water. Well, nutritionally, quinoa is one of the healthiest foods on the planet. Quinoa provides our bodies with 8 essential amino acids that are needed, making it a superfood, making it a complete protein. Okay. So it's really good for people with diabetes, people who are on a gluten-free diet, because it provides kind of all those nutritional things that you need in order to have a balanced diet every day. Today we're going to prepare quinoa frittata. A frittata is basically similar to a quiche, but without the crust. A lot of people love to use potato in their frittata. Yeah. I kind of took the potato out of mine and I put the quinoa in it. So you get your protein, you get your carbohydrates, because quinoa does have carbs in it too, and it provides that bit of nutty flavor that I spoke about. That's healthy. Yes. So you talk about it with passion. Because I love it. I think people don't realize everything you can do with it. It's so often, a quinoa salad, a quinoa salad. But quinoa just goes beyond a salad. The things that you can do with it, the ability to just take it. Today we're going to make a quinoa meatball. A lot of people like to use bread in their meatballs or use toast. So we're actually going to take the quinoa and we're going to use it in place of that. And to be able to roll it in a meatball and put that in the oven and then serve it on top of a traditional pasta sauce, which we're going to make today too, quinoa puttanesca, and we will be using the quinoa in place of the pasta. Yummy! Yeah! You find people using it in tabbouleh, you know, in place of burgol. They're stuffing it now in kusa. Can we use it with sushi? Instead of fries? I've never experienced or experimented with quinoa in sushi, but I do substitute it a lot in anything that has rice on the dish. If I'm making a chicken curry, I substitute quinoa as the side, or you know, a biryani. It can be used for your basmati rice. Yeah. Wow. It's so delicious. It is delicious. I have so many recipes with quinoa that I'm constantly experimenting with it because it is such a fantastic ingredient.
هو اللي نحن عملناهن. يامي. Future projects. We do have some future projects coming up. I try to conduct 2 to 3 classes a month here at Kitchen Lab. I try to incorporate a quinoa class once every 2 to 3 months. Next month, I'll be doing a fabulous class working with kale. Yummy. Mmm. 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 They set it here. Okay, everybody, come back. We only have the green, so. عرفت كوحدة من أكثر الفنانين التجريديين المعاصرين تميزا بالعالم العربي. هي أول مدرسة امرأة بتشغل منصب أستاذ مساعد بجامعة يال للفنون، مركز شغلته لأكثر من 10 سنين، بالإضافة لتدريسها بالعديد من الجامعات الأمريكية. سامية حلبي 5 عقود من الرسم والابتكار، عنوان معرض نظمته جاليري أيام بالتعاون مع شركة سوليدير، وهو استعادة لمسيرة الفنانة سامية حلبي من خلال أكثر من 70 عمل فني بتشمل مراحل مختلفة من أعمالها الكاملة، التجارب والاكتشافات الإبداعية يلي قامت فيها. نتوجه لمركز بيروت للمعارض للتعرف على الفنانة سامية حلبي وأعمالها. عرف حالي كقدسية فلسطينية ب 48 جينا لبيروت وسكننا في بيروت مدينة جميلة حلوة وقتها لمدة 3 سنين ونص قبل ما رحنا للولايات المتحدة. بعد ما تخرجت بديت أعلم أول إشي، وهذا كتير ساعدني من ناحية، لأنه لما تبدي تعلمي بدك أنت تكوني متعلمة، فصرت أدرس أكتر حتى أحضر حالي للتعليم. يعني بالبداية اللوحات اللي عملتهم وأنا تلميذة وإيش صار بعده، يعني هدولاك اللوحات عوقتها كانوا still life، حياة صامتة، وكان إشي يعني أنقل إشي واقعي، أنقل الواقعي. وبعدين صرت هذه الهندسة اللي كنت أرسمها تعقدت أكتر وأكتر وكبرت وتوسعت، فشوي شوي بديت أدخل للتجريد اللي أنا دايماً بحبه. كنا في مدينة نيو هيفن محل ما كنت أعلم وقتها، ولا شفنا أطفال رافعين إيديهم هيك وعم بركضوا وبقولوا بعملوا حالهم طيارة، وكل الوقت هون بميلوا لليمين، فقلت بدي أستعمل هذا الاتجاه. وبعدين كنت وقت أقعد ساعة ونص بالإطار وأشوف الأشياء مرعى السرعة، فهذا كمان أثر علي. بس أجا وقت قلت لحالي كل بالتاريخ اللي درسته كل الرسامين المهمين بيستعملوا التقنية المعاصرة، فبقول لحالي أنا بستعمل زيت وبستعمل ألوان عقماش وكل هالأشياء، وهي في حاسوب وديجيتال. فرحت لشركة عمالة بتبيع أميجا في الفاينانشال ديستريكت وسط 85، كان سنة 84 وما بدهم اياها ما انباعت، فقالوا لي $1,000 وبتاخذي الحاسوب بتاخذي كل شيء معه كل البرامج. اعطوني اشياء فظيعه، يعني ب $1,000 حملت كل هالاشياء ورحت على البيت وغطست. ما في حد يحكي معي لمده سنه سنتين وانا كل يوم كل يوم ادرس واشتغل. اهم
أهمية التقنية تبع الديجيتال إنه هي الحركة، صوت وحركة غير شكل عن لوحة صامتة أو لا تتحرك. رحت للجليل ألاقي واحد من أصحابي بشفا عمر وخبرني وأخذني لشجر زيتون قديم كتير، فعلا كان في شيء يعني ضخم، وأعمار الشجرات شيء 2000 سنة كل واحدة أو أكتر، مشهورين. بعدين تركت فورا من حوش الزيتون على الطيارة على نيويورك، فحول الساعة 3-4 الصبح أنا هيك نص دايخة بديت أرسم حالي أوتو بورتريت، بس لساتني مع الزيتون فرسمت حالي بشجرة الزيتون، وهوني كتبت إنه أنا لقيت حالي أنمو داخل شجرة زيتون وإحنا كتير كبار بالعمر. حسيت لما كنت قاعدة أرسم الزيتون كأنهم أنا واحدة منهم، دخلوني معهم، صرت واحدة من عدة فلسطينيات كبار بالعمر اللي هو شجرة الزيتون. وهي على بلاستيك وقصقصته، حسيت بحرية وكبسته. هذه كمان إلى قصة حلوة. كنت في بيت لحم وفي مخيم، تعرفنا على واحدة ساكنة بجانب المخيم وعملت مقابلة معها. كان وقت الانتفاضة الثانية وفي اجتياح بالضفة ومحبوسين بالبيت كتير وقت، وهي عندها هالحديقة اللي مش أكبر من هاي الغرفة. كان إشي حلو كتير، فالمقابلة اللي عملتها معها خلتني أفكر بحب أعمل لوحة عن الإمرأة الفلسطينية، قديش بيعانوا والصمود تبعهم وإيش بيعملوا بهالوقت. فعملت هاي اللوحة، وبتشوفي ملامس شجر الزيتون فيها، فملامس شجر الزيتون بالأحجام وأشكال اللي هي بتشبه المرأة. وهذه سميتها فلسطين الصغرى، مخيط، لما بتشوفه كله مخيط ومرسوم عليها من الجهتين. هاي الصالة أكبر إشي، كل اللوحات اللي عملتهم خلال ال6 سنين الماضية. إشي بقلدوا الطبيعة بطريقة جديدة من ناحية من وجهة نظري. مثلاً باللوحة تبع ليوناردو إنه في تقريباً تشوفي كأنه القمح عم بتحرك بالهواء، أو ورق الشجر عم بتحرك، أو ناس عم بمشوا أو بركضوا. يعني هدول الأشياء بس بيشبهوا الطبيعة، فأنا عم بعمل بنقل من الطبيعة بس بطريقة تجريدية. عنوانة بعبر عن ما هي، إنه اسمها قبل الفجر أبو ظبي. فكنت واصلة أبو ظبي حول الساعة 2:30 في تاكسي، والسماء من هدول الألوان الزرع هيك بادي، وإحنا مرئين المدينة بديت أشوف هيك أنوار أضوية مضوية في محلات بسيطة. رح أوقف. ضلي أرسم لآخر الحياة، لأني علاقتي مع اللوحة مع العمل كتير قريبة، يعني إشي جميل بلاقيه أو مؤلم. نتوجه لإيطاليا لنكتشف منتجعات تزلج سياحية مميزة. يا
رياضة التزلج بتاخد شكل ومنحة جديد، خصوصاً من ناحية الرفاهية وراحة الزوار بجبال الدولوميتس بشمال شرق إيطاليا. كورتينا دامبيتزو منطقة سياحية بتشكل حلم لمحبي التزلج من حول العالم، وبيتميز هالمكان المصنف من ضمن المناطق المحمية من قبل منظمة اليونسكو بحلبة التزلج هي الأطول بأوروبا، وبتمتد على مسافة 4 أميال أو حوالي 6 كيلومترات مربعة. لكن اليوم خدمة جديدة أضيفت لتخوي السواح بقدر الحلبات إذا مش أكتر، وهي اللاجاتوي ريفيوج هاوسز يلي بيتضمن أعلى سونا خارجي بالعالم على علو 2743 متر. هالغرف أو البيوت الصغيرة على شكل براميل افتتحت العام الماضي واستعملت ببناء مواد خشبية بتحافظ على حرارة ثابتة وهي حوالي 40 درجة مئوية. وبيخبر أحد الزوار أليسيو ماسترو بيترو عن هالتجربة الأكثر من رائعة بنظره. L'ho fatto la prima volta, è stupendo, veramente. Poi dopo un quarto d'ora, pausa, andiamo fuori, c'è la neve, ci si tuffa sopra la neve e poi si rientra dentro. Guarda, è spettacolo. وبيستعين محبي التزلج والمغامرات بأليكوبتر خاصة لنقلهم للأماكن الأبعد الشبه نائية. وبيكلف المشوار بالأليكوبتر يلي بتسع لحد 6 أشخاص حوالي 2000 دولار أمريكي. وبيحذر باولو تاسي وهو دليل للتزلج بالألب من خطورة هالموضوع. bisogna stare molto attenti perché quando ci si allontana dai percorsi più frequentati si può incorrere anche in un piccolo incidente e bisogna essere o autosufficienti per poterne uscire o essere un gruppo di autosufficienti per poter uscire da questa situazione oppure bisogna chiamare il soccorso. Chiarisco una cosa, chiunque voglia avventurarsi in questo magnifico territorio che abbiamo può visitarci l'ufficio guide e noi gli spieghiamo come e dove poter andare per effettuare l'escursione con un minimo di sicurezza in più. من التجارب الرائعة أيضاً الاستراحة مع الأصدقاء بأحواض المياه الساخنة تحت النجوم. وبيوصل زوار هالمكان بواسطة المصاعد لسكوياتولي ريفيوج على علو حوالي 2250 متر المواجهة لقمة طوفانا ضمن سلسلة جبال دولوميتس. وبيحتاج كل حوض لأربع ساعات متواصلة من التدفئة من خلال حرق الأخشاب ليوصل لدرجة الحرارة المطلوبة. وبيخبرنا السائح فرانشيسكو مينيغيل عن تجربته. Io ho fatto questa fatica immane per arrivare fino al rifugio, ben 350 metri di dislivello, solo per fare questo e per bermi un bel bicchiere di prosecco. Per me lo sport è questo. وبيحاول القيمين على هالمنطقة الحفاظ قدر المستطاع على طبيعتها وحمايتها من التطور، فاحتاج فندق روزا بيترا المصنف 5 نجوم لأكثر من 5 سنين للحصول على الرخص المناسبة للبناء، وهو البناء الجديد الوحيد من عام 1956 سنة يلي استضافت فيها كورتينا الألعاب الأولمبية الشتوية. وبينتظر زوار الفندق حوض سباحة مسخن مع نوافير مياه، بحين بيقدم له نسبة خدمات مساج مميزة. وبيخبرنا مدير الفندق كارمين ميسيلو أكثر عن هالتجربة. Noi abbiamo potuto constatare che il nostro ospite abituale, dopo una giornata passata all'aria aperta, sciando, passeggiando, ama molto ritirarsi qui in questa spa, dove può godere appieno dell'esperienza benessere che noi cerchiamo di offrire a 360 gradi. A tutt'oggi possiamo dire che questo è il vero trend del turismo invernale d'alta gamma. وبيتضمن فندق روزا بيترا 29 غرفة تتراوح أسعارها بين 200 و 1800 دولار أمريكي لليلة. وليالي بيبحثوا عن مكان كلاسيكي أكثر بإمكانهم يقصدوا فندق كريستالو المصنف أيضاً 5 نجوم من 1901 سنة افتتاحه. وبيتميز هالفندق بأجواءه الساحرة والحميمة، وهو المقصد الأول لرجال الأعمال وأفراد العيال المالكة بحسب المدير العام جورجيو بورغونوفو. discreto, elegante, non aggressivo. questo è quello che i nostri clienti abbiamo notato vogliono. questo è il lusso che noi
come albergo, diciamo, di una certa potenzialità, ma privato, riusciamo a dare e viene molto accettato. وبيمتد موسم التزلج من كانون الثاني لشباط مع ثلوج منتظمة خلال شهر أدار. وخلال هالأشهر بيرتفع عدد سكان كورتينا من 2000 شخص لل 40,000 شخص بيزروها من جميع أنحاء العالم. نبقى بإيطاليا واختراع بشكل ثورة بعالم صناعة الثلج. اختراع جديد وتكنولوجيا واعدة بعالم الثلج، خصوصاً لمدن التزلج بالألب يلي بتعتمد على تكنولوجيا وهي مدافع الثلج بس يكون الطقس دافئ. أصحاب هالاختراع هن المهندسين الإيطاليين فرانشيسكو بيسانا وفابيانو ماتوري. أطلقوا عليه اسم نافي XN، أي الثلوج الدائمة باللغة الإيطالية. أما طريقة العمل فبيخبرنا أكثر عنها بيسانا. Neve perenne è una macchina innovativa che vedete qua alle mie spalle ed è una macchina che è in grado di creare la neve a temperature sopra i 0 gradi. È una macchina che con poco consumo di energia è in grado di ricreare una condizione che non è presente normalmente e questa condizione viene chiamata punto triplo dell'acqua. In questa condizione, temperatura e pressione ben selezionati, l'acqua coesiste nelle sue tre fasi, quindi liquida, ghiaccio e vapore. وبتشير الدراسات إلى أنه مدافع الثلج الحالية بتعمل فقط بدرجات حرارة منخفضة، أي بين 12 و3 درجات مئوية تحت الصفر، وبتستهلك 40 كيلووات من الكهرباء. لكن بالرغم من عمل المحدود والمكلف، استثمرت فيها مدن التزلج الإيطالية بشكل كبير ببداية التسعينات لليوم. بالمقابل بيستطيع نموذج نافي XN صنع نصف متر مكعب من الثلوج بالساعة، وبيحتاج فقط ل 27 كيلووات من الطاقة، 4 كيلووات من الكهرباء والباقي من الطاقة الحرارية، فممكن يعمل أيضاً على الطاقة الشمسية. وبتظهر بيانات الطقس بالسنوات الأربعين الماضية أنه درجات الحرارة ارتفعت بنسبة بتوصل ل 1.6 درجات مئوية بجميع أنحاء جبال الألب. هالشي أدى لتدني نسبة الثلوج على ارتفاعات بتتراوح بين 1000 وال 1500 متر. L'obiettivo di Neve Perenne è quello di dare continuità alla stagione sciistica. Immaginiamo ad esempio di avere delle piccole punti di piccoli punti di produzione dislocati lungo le piste, e immaginando di avere accesso magari durante la stagione dove la neve è scarsa o dove i cannoni tradizionali con determinate temperature sopra gli 0 gradi non potrebbero sparare. وبتعتمد فيامي فالي على الأيام الباردة القليلة يلي ممكن خلالها لمدافع التلج خلق الثلوج. وواجه موسم التزلج لهالعام صعوبات بسبب هالموضوع، أدت لخسائر بحوالي 1.7 مليون دولار بكانون الأول فقط بسبب عدم تساقط الثلوج والطقس الحار، بحسب رئيس لجنة كأس العالم للتزلج بوادي فيامي برونو فيليتشيتي. Non possiamo affidarci alla casualità delle nevicate. La neve va programmata, deve esserci quando serve. Quindi proprio per questo, per questa necessità. وبينوي بيسانا وماتوري بالمستقبل القريب انه يقدموا لهالمنطقة وسيلة لتخزين الثلج على مدار السنة من خلال الآلة يلي طوروها، ليكون هالشي شبيه بثورة بعالم صناعة الثلوج. حلقتنا انتهت لليوم، لقاءنا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة تلفزيون مستقبل، وبذكركم إذا بتحبوا تشوفونا على www.futuretvnetwork.com. نسيت أقول باي باي.